وشوشة. الجامعة جزء من المجتمع لا ينفصل عنه. هنيئا لجامعة عين شمس بعيد العلم، وألف مبروك للخريجين، وألف مبروك للباحثين والعلماء الذين يعدوا علامة بارزة في سبيل التقدم. يكملوا على نفس الطريق، اتعلموا دايما نهاية المطاف مش الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه، ده بداية العلم وبداية العمل. ما يفوتش عليك يوم ما تتعلمش حاجة جديدة. اتعلم من أساتذتك، اتعلم من زمايلك، اتعلم من حد أصغر منك لو عنده حاجة مش موجودة عندك. ما تبطلش تتعلم عشان في يوم من الأيام تقف مكاننا هنا. الحقيقة التعليم والتفوق زي ما الدكتور عبد الوهاب تفضل وقال لا يقف عند مرحلة التخرج أو حتى الحصول على درجة، لأن البحث العلمي واقتصاد المعرفة هو ده اللي احنا بنأمل أن يكون مصر في المرحلة القادمة، والاعتماد الكبير على هذا الإنجاز أو الإنجازات اللي احنا نتصور أن احنا ممكن نحققها مع بعض عن طريق حضانات وبحث علمي وابتكار ومؤشرات كثيرة بندرسها المرحلة القادمة إن شاء الله عشان تنفذ، كلها بتعتمد عليكم انتم. فأنا كل ما بشوف طاقة إيجابية متمثلة في الشباب بيزيد عندي الأمل إن احنا المستقبل دايما هيبقى أفضل بكتير. أنتهز هذه الفرصة التاريخية لأوجه رسالة إلى القوى الكبرى في عالمنا الظاهر. هذا العالم الذي ينفق المليارات من الأموال في الخراب والتدمير والتشريد، بينما الملايين من البشر لا يجدون لقمة العيش ولا المأوى. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org